الو، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة ابتسام. وعليكم السلام خالد، كيداير؟ بخير. للأسف كان بودنا نلتقي بك البارح، ولكن ربما شاءت. انت ما بغيتيش، كيفاش عندك ما النمرة بغيتش؟ ديال التليفون وانت عارف على ان علي سي عبد دار بابا الصمد، الله يرحمه وما بين دارنا راه ما كاينش بزاف، صلة الوصل، عينيكم صلة بغيتي الوصل. تشوفوا سي عبد الجيب. الصمد، سي عبد الصمد، ياك هادشي كاين. سي عبد الصمد راه اتصل بك لا لا، أسئلة. تواصلتي معايا عدة مرات، ربما كان التليفون ديالها يعني هذا وكان عندها التزامات، اتصلت بها حتى انا ما جاوبتنيش، ولكن ماشي مشكل. دابا حنا اليوم راه داك الشيء اللي ما درتوش اليوم درتوه اليوم. داركوا اليوم ماشي فهمتي. انا الابتسام هذا هو اللي كاين، هادشي اللي عطى الله. مرحبا مرحبا. لا، انا كنت وعدتك بحلقه خاصه بك انت. هناك اسئله عالقه، ابتسام صاحبه القضيه، ياك سيده ابتسام. بنت واحد بعض الامور ناقشناها مع المحاميه الاستاذه زينب خيار ومع السي عبد الصمد اللي هما الاقرب اليك، لان هذا المنطق القانوني والمنطق الحقوقي. بان بان هذيك المنطقه اللي تواجد فيها الجثه. شكرا من هذا المنبر سي عبد الصمد، السلام عليكم كاملين. نعم، تحيه لكم. شكرا. بان بان هذاك المكان مجهز بكاميرات المراقبه. في الجواب في الحوار ديالي مع السيده زينب البارح والسي عبد الصمد في المدينه الدار البيضاء، قالوا لي صحيح هذا الشيء الكاميرات، ولكن راه ما تجبدوش هذوك الكاميرات، ما تفرغوش الكاميرات. اليوم تاكد السي عبد الصمد ومع الاستاذه على ان سي رشيد العطور اللي هو العم ديالك راه تقدم شي طلب لتفريغ هذوك الكاميرات باش نحسموا واش جابوه او لا راه تضرب في حادثه السير تما. انت صاحبه القضيه، انت من حقك وعندك بعض الوسائل لمزيد من الاثبات. كاين هناك واحد الكاميرات ديال المراقبه، كيف تعلقين السيده ابتسام؟ حنا الطلب ديال التفريغ ديال الكاميرات درناه في 2018. رفضوا لكم؟ ما رفضوا لينا، بحال اللي ترفضوا لينا بزاف ديال الطلبات اللي قدمنا. واش السيده ابتسام واش ما طالبتيش مثلا ان مجموعه ديال الناس يقولوا، سولتهم البارح، ياك تيقول لك اودي راه المكان اللي ربما يجتمع فيه السيد نور الدين العطور رفقة أصدقائه هو هذا المكان ديال النحالة، واش ما طلبتيش في خلال هذيك 12 ساعة؟ أنت شفتي واحد الوقيتة ولكن غاب اللي تقال أنه شكون هاد الأصدقاء ديالو؟ اسمح لي سي خالد غنوقفك، شكون هاد الأصدقاء ديالو؟ أنا ما عرفتش شكون الأصدقاء، تيقولوا تيريح مع بعض وأنا الأصدقاء. أنا غنقول لك أنا الأب ديالي قريب ليا، أنا من أكثر واحد يعني إلا بغيتي تسمع الصحة تسمعوا مني أنا، ماشي من أسمعوا لك. اسمعوا لك تفضلي. أنا بابا الله يرحمه كان هذيك المنطقة ما كيمشيش ليها، ما كانش كيجلس فيها. نعم، انا كان يا ربي غير منين كيجي من الخدمه وكيلقى الوقت بعدا باش يجلس معنا حتى حنا. كان كيجي عيان كيبغي غير ينعس، وكيف ما سبق ليا راه كنت قلتها شحال هادي، قلت كان الاب ديالي كيجي الا تعطل 11 ونص 12 راه كتلقاه ناعس، علاش انا ملي كنصوني ليه الا كنت ما بيتاش في الدار، بيتها في الدار عند امي، كنصوني ليه غير مره الا ما جاوش ما كنعاودش نصوني. وهاد الهضره سبق لي قلتها حيت بابا الله يرحمه كيبغي ينعس بكري، هو ما كيلقاش حتى الوليدات وهذا يلقى الوقت باش يجلس مع صحابه. نعم، اذا هذه القضيه ديال ان صحابه مشى جلس في هذاك المكان ما كاينش. وعاد بالاخص في هذاك الوقت كان ملاهي مع التجهيزات ديال العرس اللي كان في ذاك الاسبوع اللي داخل. وعاد الخدمه وعاد باقي كان باقي ما سناش كونجي وباقي عنده كل شيء معاه ديالو ديال خدمته برزت معاه، هذا يبقى له الوقت باش يجلس في الغابه ولا بقى الوقت باش يجلس معنا حنا. نعم، سمعت البارح بان السي نور الدين العطور ملي جابوه للدار هذاك الجبهه ديالو فيها يعني مضروبه وفيها شويه ديال القطن، واش تؤكدين او تنفين هذا الامر؟ لا تنأكدوا. يعني كان هادشي تقال لي في وسط الدار ديالكم، قال لك اودي راه كان القطن في الجبهه ديالو، واش على اليسر ولا على اليمين؟ انت تاكدي ولا كنتي؟ ماشي في الجبهه، في الناظر. في الناظر ديالو؟ في الناظر. الناظر يعني انا قلتها بالدارجه العاميه باش حتى الناس يفهموني، في الناظر فوق الودن واللور انا ما شفتش، ولكن الناظر فوق الودن انا شفتها وكنتحمل مسؤوليتي انا حتى انا شفتها. يعني هذا الامر ديال القطن وكذا، اذا هذاك الدم اللي سايل في الصوره اللي هي يعني كاينه وربما سميتو اللي سايل من الجثه ربما من هذاك الناظر على اي. كيفاش السيده ابتسام انت في دقيقة واحد يعني بان لك الو؟ القطن
أنا معك. بان لك بان هناك شي حاجه ما راكباش. نعم. لقيت اللي دخلتي انت باش تشوفي باك بانت لك شي حاجه ما راكباش. وبانت لي شي حاجه ما راكباش. و انا شوف، انا كنبغي نتاكد، ورا جيتي واقيلا عند الاطراف الاخرين؟ ايه البارح. ايوا، وكان خصك دير فيديو وتخرج لينا حتى حنا، رفضوا. ونسمعوا الاطراف الاخرى شنو كتقول في هذا الموضوع. انا غادي نقول لك هما يهضروا في السريه وحنا نهضروا في هو هذا. تبقى العلن. هذا تبقى الاستاذه تبقى اختيارهم من طبيعه الحال. حاولت 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 ولكن للاسف. اذا نسمعوا المعلومه من عندك دابا انت، حيت انت غتكون كنتي اقرب للحقيقه. يعني كي دخلتي انت للدار ملي جابوا السينور ديال العطور، يعني حطوه في انا كنت في الدار منين جابوا بابا الله يرحمه. ماشي دخلتي كنتي في الدار؟ لا انا كنت في الدار. نعم، ولكن ديك الوقيته غوتي قلتي لهم بابا وقع لي شي حاجه ديك الساعه. انا داك الساعات ما خلاونيش ندخل نشوفه. ولدها وخواتاتها والاخرين كاملين كانوا كيقبطوني كيقول لي ما تدخليش تشوفيه، ما تدخليش تشوفيه. انا كان كيتسحبني ما عرفت شنو غنلقى قدامي على ديك ما تدخليش تشوفيه. وفين كان محطوط؟ كنقول بابا الله يرحمه ما عرفتش كي غندير نشوف، ما عرفتش كيفاش غنلقاه، واش مقسوم طاير ليه راسه ولا شنو طاري باش ما باغينيش نشوفه. كي كندخل كنلقى الله يرحمه الله يوسع عليه يا ربي ناعس مسكين بحال شي دري صغير ناعس، القميش في وجهه انا باقا كنقولها حيت رجع له الكفلور انا هذا الشيء باش شفتو. نعم، هما ما خلوكش تشوفي واش كانوا سادين عليه في شي بيت؟ كيف ما قلت لك، وهذاك القميش لا ما خلونيش نشوفه. واش محطوط شي بيت مسدود عليه بالباب وما خلوكش تدخلي مسوره؟ لا ما كانش في البيت. لا ما كانش في البيت، كان واقع كانوا حاطينه في الـ في, الـ في, الـ في واحد البيت في الدار لتحت، وهذاك البيت راه ما عندوش الباب. ما عندوش الباب. برافو عليك. ايوا مادام دخلتي لدار ما راه غادي تكون عارفه هو اللي تدخلي، هو اللي دور عليه من اونفاس، اللي من اونفاس هو اللي غدور. هذاك ما عندوش الباب. فيه الرطوبه، محطوط محطوط واحد الشرجم ياك، وحده البوليس محطوط تحت الشرجم. لا حداه دايرين كاين شي اطراف من العائله، وحتى هما كانوا كيحبسوني بالعائله ديالها، حتى هما كانوا كيحبسوني. او طارق كان واقف عند راسو وما كيخليوناش نقيسوه، ودايرين لي الفرفاره عند راسو ما تقيسوش. لا منين، حيت انا دخلت بزز قلت لهم غادي ندخل نشوف بابا بزز. ربما احتجتي واحد الاحتجاج من نوع خاص سيده ابتسام، انا تنقول لك الكلام اللي تقال لي احتجاج من نوع خاص، حتى انك ربما عنقتي الصباط ديال الخدمه ديال باباك ودخلتي للاكويزين وقلتي ورا بابا هذاك. نعم هذاك راه بابا الله. علاش وليدي غيعرف علاش انت ما بغاش يخليوك؟ علاش بالضبط ما يخليكش انت بنته؟ ودابا انت كنتي عندهم وانا فايت ليا كنقول على انهم ما خلاونيش نشوف بابا، انت كان خصك تجيب لنا جواب. انا سولتهم قال لك اودي ماشي ما خليناش، قال لك ولكن هي دخلت الكوزينه هزت واحد الكاس خبطاته مع الارض ودارت واحد يعني سميتو، حاولنا حنا نداركوا الموقف. بماذا تجيبين؟ لا 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 لا، شوف هذا الشيء ما منه حتى شي حاجه، وتنتحدى اي واحد يطلع يقول عكس هذا الشيء. انا ما خلاونيش نشوفو، انا منين سمعت بعدا اصلا راهم جايين كنت الفوق، هبطت من الفوق كنجري وهبطوني كاملين كيتابعيني كيجريو، وكاين اللي في الباب اللي جالس في ذاك الباب راك واقيلا دابا عارف علاش كنهضر، واقفين ليا ما بين هذاك السور وما مخلينيش ندخل. تخيل انهم قبطوا واحد اللحاف معاه كان مهزوز، مهزوزه الدنيا تما كامله كانت مهزوزه، قبطوا واحد اللحاف وداروه بحال داروا بحال بارير على الباب. نعم وحق الله العلي العظيم. نعم وهما بعدا اصلا منين جابوا بابا الله يرحمه حدهم وقفوا معايا انا في حدا الكوزينه. دابا راه انت كنشرح لك داخل دارنا عارف علاش كنهضر. نعم. وقفوا معايا حدا الكوزينه كيردوني انا، هما ما شافوش بابا منين دخل وما شافوش منين خرج وما هبطوش تسامحوا معاه، حتى شي واحد فيهم ما هبط تسامح معاه. خلوه وما هبطوش شافوا هذيك الشوفه الاخرى. باش نقول لك كنا حدا غير حنا، كنت حدا غير انا وخواتاتو، امي مسكينه جالسه في واحد الكرسي، امي جده جالسه في واحد الكرسي، صافي هذا الشيء اللي كان. واش هذيك 300 متر اللي تيقول الشهيد السيده ابتسام هي البارك اللي فيه الميكانيكي اللي على الدخله ديال داركم من القدام، او لا
الساحه اللي تتكون فيها الرمله وفي قبالتها الدار ديال السي عطور ديال المو. سي خالد هذاك الشيء، هذاك الشيء هذيك سريه البحث، حنا هذاك الموضوع ما غنقدوش نهضروا فيه دابا. لا غير انا بغيت غير غير ما نقولوش لهم فين كانت الطوموبيل بوها، قلوش لهم حنا ما غادي نعطيهم حتى شي حاجه، ثاني ترفع الموضوع اللي سريه ونفو كامل. صحيح لا غير سمعي لنا السيده ابتسام، غير سمعيني انا ماشي قلت لك على سريه التحقيق، لا غير ان هي الام ديالك ادلت لك بانه الطوموبيل كانت في واحد البلاصه وكذا، هذه دلت لك بها، هادشي قلتي انت ياك. واش المكان هو هذاك اللي اللي في الدوره عليما يعني كاينه الدار ديالكم ديال الوالده ديالك ديال باك؟ لا لا ما غاديش نقول المكان فين، حيت هي مادام قالت لي البلاصه هي عارفه البلاصه وانا عارفه البلاصه وبزاف ديال الشهود اللي عارفين البلاصه، رجعوا بزاف ديال الشهود تيهضروا على نفس البلاصه، والاستاذه زين خيار راه شاهده على هذا الشيء. نعم. يعني حنا ما غنهضروش على هذا الشيء حتى ترفع الموضوع ترفع عليه السريه. نعم ممكن عارفه وانا عارفه. نعم. والناس الاخرين عارفين. برافو عليك، ولكن واش حيت طلبتي مني هو راه سمع زيد السي خالد. نعم السي خالد هو فعلا فعلا من مصلحه البحث وسريه البحث ماشي ضروري انكم تقولوا المكان ديال يعني وقوع الحادث، لان ممكن يجي شاهد 10 و11 و12 شاهد يعني وصلنا لهذا العدد يجي ويقول لنا في المكان ويقول راه سمعوا عبد خالد في يعني في القناه ديالو، فمن الاحسن ماشي مشكله ماشي مشكله، حيت هي طلبت مني السيده ابتسام انه حيت ما كانش لان رفضات الام باش تصرح على مستوى الكاميرا والميكروفون ياك، وانا قلتها لها قلت لها راه لا يمكن انك ما تصرحيش لان كاين تصريحات ديال الطرف الاخر وربما خرجتي انت، هذا راه ربما غيكونوا تيتفرجوا راه قدام خالات ابتسام والاخ ديالها على اي الاختيار ديالهم. انا السيده ابتسام عندي سؤال اخر، واش قبل ملي كان الوالد الله يرحمه باقي ما ماتش كنتي انت في الخصومه مع الوالده ديالك دائما تتقولي لها انت غندخلك للحبس وتتقولي لباباك خاصك تطلق هذه السيده هذه؟ شوف هاد الهضره اللي شوف الموضوع هادشي قالوا لي انا نقلتو لي. نعم تفضلي مرحبا، انا اي حاجه قلتيها لي قالوها لي قولها لي وانا مستعده نجاوب عليها. هذا قالوا لي شوف حنا كانوا بيناتنا شي خصومات كون لقيتينا كنا كانت كدعيني منين في حياه با الله يرحمه. واش انا عندي شي شكايه قبل الوفاه ديال با الله يرحمه في المحكمه؟ جيبها. نعم عندها شي دليل على انه علاش تكون انا نقول لبابا طلقها ولا ما طلقهاش؟ هذاك واش انا كاين شي بنت كتدخل في باها تقول لي طلق امي ودابا بالمنطق وهما حديثة سر بقاو قابطين فيها وهادين فيها ما بغاوش يتقبلوا راه المسطرة تبدلات وتتقول لي شوف لا داعي ندخلوا النزاعات العائلية اللي هي أصلا ما كايناش ونبغيو نحطوها نطبقوها على أرض الواقع باش نضرقوا ونغلطوا الرأي العام ونغلطوا الاتجاه ديال مسار القضية، مسار القضية معروف على أنها جريمة قتل. نعم. يعني أنت عندك شوف النزاعات جات من بعد الوفاة ديال الأب ديالي أنا ماشي قبل. أنا غير نقول لك سيدة ابتسام دخلت الكوميسارية في حياتي معني أستي خالد الله يعطيك الصحة تفضلي تفضلي ما عمرني دخلت الكوميسارية في حياتي ما عمرني دخلت ليها كنت كندخل نبتم لاكارت ناسيونال صافي لا غير ولا باش نصايب باسبور ولا نصايب شي ورقة إدارية بحالي بحال أي مواطن مغربي. أنا دخلت الكوميسارية بشكايات سكيدية كانت صور كل ما تقدر تكون عندي وحدة علاش باش أنا نبعد على الموضوع صافي لا غير. نعم يعني الامور اللي استنتجتها السيده ابتسام وانا تنقول لك داكشي اللي قلتي لي باش تجاوبي على الامور انا كصحفي هما قالوا لي هادو هل اللي عندنا انا غادي نسول واش السيده ابتسام ان كما قالت الام ديالك بان العلاقه بارده بينكما ياك ولكن اكدوا لي خوالاتك واكدوا لي على اين هادو طرف يعني في الخصومه ولكن قالوا كلامهم الام ديالك الاخ ديالك يعني واحد السيده اخرى اتصلت في الهاتف لماذا هم يعني ينسبوا ابتسام دائما تلك المشاكسه وتلك يعني المعارضه لكل يعني العائله عندها موقف منها علاش؟ شوف انا ما معارضه ما محايده ما مع حتى شي واحد انا واحد الانسانه كنت بحالي بحال اي بنت عايشه حياتنا الطبيعي حياتي تقلبات من بعد الوفاه ديال الاب ديالي واش انا قالت ما عليا ما بيا كانت مع با مقتول كيفاش بغيتي تكون ردات الفعل ديالي واش انا نجلس ناكل الخبز والنعس عادي ما طاري والو
لا تيقولوا منطقيا. لا منطقيا نعم ما يمكنلكش، خاصك هذاك حقك والرأي العام المغربي صافي انا معاك، قالوا تيقول لك لي قبل الاب قبل ديالي قبل مات قبل مقتول، انا قبل. قالوا لي الاب ديالي، اسمعني اسمعني اختي خالد، انا هما اللي تقلبوا عليا، انا جراو عليا نهار 15 يوم ما تندخلش لدارنا، جراو عليا باش ما تكونش الصيله بيني وبينهم، باش ما انا حيت بقيت كنحكر عليهم، تقول لي ضل بابا هكا، تقول لي قتل بابا يلاه عاونوني، ما بغاوني نزيد نكتشف حوايج اخرين، قالوش غادي نديرو يجريو عليها. انا ما مشاكسه ما والو، انا واحد السيده مع الحق، انا كون كنت مشاكسه كيف ما كيقولوا وردت الفعل ديالي عنيفه، كنا مشيت وهنيت راسي وسمعت با مقتول ودرت بحالهم ناكل ونشرب ومهنيه ونمشي ونطالب بحق با في الورد وندخل الدار بالزز، واخا سدوا عليا الباب بالكار دخل الدار، حتى انا راه بنت، ولكن انا 6 سنين دابا والباب مسدود وما مسوقاش لتاكسي وما مسولاش فيه، علاش؟ عندي ما اهم، هذه هي الجملة ديما اللي كنقول، انني عندي ما اهم وهو البحث على الحقيقة ديال وفاة الدبة، انا ما يمكنش ليا نسمع با ميت مقتول ونجلس ناكل ونشرب ونعس عادي بحال ما طاري والو، راه غير قتلك انت مربي وماتلك كيبقى خصك، ماشي عاد باك ضرب عليك الثمرة وتكرفس عليك. انت يا ابتسام، هاد الاعترافات اللي ديال الوالده ديالك وغيرها في الدار، شنو السياق اللي جات فيه؟ واش وثقات فيك وقالتها ليك؟ واش تطرحت عليها سؤال؟ واش بغيت نعرف؟ شوف السياق اللي جات به، كنا كنهضروا على النهار الثالث اللي اعترفت لي على انها على ان بابا مات مقتول، غا هكاك اعترفت لك، غا هكاك طرحت عليها سؤال، وضحي لنا الابتسام. لا قلت ليها على هذاك النهار، قلت لي يا بابا مات مقتول، كيفاش بابا مات مقتول؟ انا بغيت نعرف نقلب على الحقيقه، وكاين بزاف ماشي غير نهار ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. هي تقول بان كانت مدعوقه يوم، المهم كنا لانه في السياق ديال الحوار كتهضر مهدنا بزاف، وهادشي راه واضح. ما لا هي قالت لك انت بقوه الستريس اللي كان عندك ذاك النهار وبقى فيك باباك، وهذيك ردت فعل عاديه جدا، ما قالوا فيها تعيب ياك، ولكن ولكن لا غير بلاتي غير بلاتي غير بلاتي، وقالت لك هي بان السيده ما كتعملش اسمها هكا، قالت لك هي كانت الوالده ديالك قالت لك انت كنتي متشدده معاه وكانوا العزايه وداك الشيء، وقول لي واش قتلوه واش ما قتلوه، شكون قتلوه؟ لا 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 لا، شوف شوف النهار اللي هضرنا في هذا الموضوع كان سالينا العزايه بشحال، مشاو العزايه ودارت انا قالت لي الهضره نهار 3 ايام، وجلس انا بعدا كنتقبل الصدمه الثانيه اللي من بعد الوفاه اللي هي على انه مات مقتول، وهذيك الصدمه باش نتقبلها كان خصني 3 ايام ولا 4 ايام عاد نرجع لدماغي، يعني ها حنا ولينا في 7 ايام من بعد الوفاه، ما بقاو عزايه كيجيو عندنا، حنا عزايه سالينا نهار 3 ايام، جا اللي قريب واللي بعيد. نعم، ديك الساعه انت اتخذتي الاجراءات ديالك باش يعني باش توصل الحقيقه للعداله؟ انا الشكايه الاولى درناها من بعد 15 يوم من بعد الوفاه ديال با الله يرحمه، اول شكايه درنا 15 يوم من تما ما بقيتيش تدخلي للدار، وتيقول لك هو ربما انت ما عرفاش، ما قليلا ربما نهار ما تباكي اللي كنتي تما قليلا ما كنتي انك تجي للدار، يعني ما عرفاش حتى الفوق اشنو اللي فيه. علاش قليلا؟ انا ما بيني وما بين بابا جوج خطوات وقليلا باش غنجي للدار. انا تنطرح عليك داكشي اللي قالت لي الوالد ديالي. انا في طنجة وبابا الله يرحمه في الكويره غنقبض الطياره ولا الكار، راني جوج خطوات كنخرج غير بالصنداله ديال الميكرو والبيجاما كاع. راه كون جيت عندي كون شتي شحال ما بين دار ما ودار بابا الله يرحمه. انا عارف انا عارف ماشي رايحين ما دخلتش الدار. اذا عارف انت جيتي حتى لهنا ما بقيتي جيتي عندي. ولا لا ابتسام الله يهديك، راه شرح لك السي عبد الصمد ما عندي ما ندير. قولي لي الله يخليك، انا هادشي ماشي تيهم، غير حنا تنطرحوا عليك الاسئله اللي قالت لنا الام ديالك، تقول لك انه قليلا ما كانت نظرا لعلاقتها علاقتك البارده او علاقتها البارده معك انت، يعني حتى ان الامر ربما ما تعرفيش شنو كاين الفوق في الدار، شي قالوا لي انا البارح، يعني كاين الموجه انك ربما ما تعرفيش كاع التفاصيل ديال الدار كلها من الفوق لتحت. انا ما كنعرفش التفاصيل ديال دار با من الفوق لتحت، ربما هادشي اللي قالوا لي انا تنقولها هما قدام ولا لا عندهم حق الرد، لا هما قالوا لي، ولكن المنطق راه حاجه اخرى، المنطق راه شوف المنطق حاجه اخرى، هذيك دار با وانا كنت فيها وكنت كنمشي ليها وغنبقى نقولها ديما، كنت عايشه ما بين جوج ديور وهذه
واحد الحقيقة اللي حتى واحد ما غيقدر يبدلها. ماماك كي دخلنا عندها بكات، سمعي لي هادي مزيان، بكات ماماك ياك، وملي كنا خارجين بكات وقالت واحد القضيه، قالت الله يهدي ابتسام، كيف ما كان الحال بنتي ما نهضرش عليها بالخايب. الله يهدي ابتسام، حيت كتقلب على الحقيقه ديال غير بقى. غير تنطي ماشي انا تنهضر بلاتي، غير باش نوضعك في الصوره، اش اللي هادشي كان نورمال خصو يتصور ياك، ولكن انا تنقول لك اللي كاين جاوبين عليها الاستاذ ابتسام الله يخليك، تتقول لك الله يهديها، واتصل بها شي حد ياك من الناس الذي يعني حتى هي عند الناس اللي تيتعاطفوا معاها، تيقولوا لي يعني ابتسام الى سمعتي للطرف الاخر موضوعه في واحد انها هي تلك المشاكسه التي تريد سوءا بامها، ماذا تجيب ابتسام؟ واش انا اريد سوءا بامي؟ واش انا قلت لامي تعترف لي نهار ثلاث ايام على ان با مات مقتول؟ واش انا اريد سوءا بامي؟ واش انا قلت لامي تبقى تعاود لي تفاصيل الحديثه من الصباح حتى العشيه وتعاود لي على ناس انا ما عندي علاقه بهم؟ نعم نكونوا منطقيين. نعم انا واحد الانسانه كنهضر بلغه القانون، بحال هاد الامور ملي كتوصل لازهاق الروح ما كاينش العاطفه، اللي بغى يشوفني قاصحه قاصحه، انا المهم انا مع ضميري مرتاحه، ما كيهمنيش الناس كيفاش غايشوفوني، ما كيهمني حتى شي واحد كيفاش غايشوفني، انا كيهمني انا مع راسي مرتاحه وعلاقتي مع ربي راها مزيانه، شي حاجه اخرى ما كتهمنيش. اذا انت تعتقدي بان يعني كل هذه الحمله اللي هي ضدك؟ لا انا ما تنعتقدش، انا على يقين، ما كاينش. لا 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 ماشي يقين على المقتل ديال باك، لا الحمله اللي هي ضدك ان ابتسام مشاكسه وابتسام غا الحمله اللي هي ضدي، واش هي مفتعله من اجل تنيكي؟ نعم نعم، واش هي هاد الحمله عندها واحد الهدف اللي تنيكي على مواصله البحث على حقيقه المقتل ديال باك؟ لا ما غاديش انت انا على البحث على مواصله في رحله البحث عن حقيقه مقتل ابي، شنو ما كلفني الثمن ما غنتهيش. انا الاب ديالي واحد السيد ضحى علينا، تقاتل علينا، قرانا وكبرنا باش يلقانا ناخذوا له حقه، وابتسام الا كان بالمنطق ماشي ابتسام بوحدها اللي كان خصها تكون كتجري على الحقيقه ديال الاب ديالها، كانوا الناس اللي كيكتبوا كلنا ابتسام كان خصهم يكتبوا كلنا عائله نور الدين العطور الصغيره والكبيره بما فيها الزوجه والابناء. ما خصش يكون معارض على البحث على الحقيقه، مادام ان هناك معارض فهو متورط صافي. اذا الحقيقه كتضر وما باغيش الحقيقه تعرف، حيت الحقيقه لغايه في نفس يعقوب، فراهم كيحاربوني باش انا ما نوصلش للحقيقه. علاش هاد دابا هذا منين عندهم؟ علاش ما كانوا زعما يخرجوا للاعلام وينوروا حتى هما الراي العام ويخليوا الناس يديروا المقارنات ما بين الخرجه ديالي والخرجه ديالهم؟ يعني حاجه عاديه. انني نقول لك حط الكاميرا، انني انت زوينه، انني انت زوينه وما عنديش مشكل وما خايفاش انني غنزق شي حاجه، غنقول لك حط الكاميرا وغنهضر معك سبونطاني، ما غنقول لحد حضيني، ما غنقول لحد بلاتي اجي نفكر شنو غنقول، ما غنقول حتى شي حاجه، وانت غتكون صلحتي من تلقاء نفسك. نعم نتمنى ان شاء الله في الجزء الثاني اللي غادي نكونوا معاك في عين المكان السيده ابتسام، ويعني ونطوروا من النقاش الاعلامي، هذا هو اللي خصو يكون على اي شيء. الان صاحبه قضيه في انتظار النتائج النهائيه ديال التحقيق الجنائي، انت صاحبه قضيه، وكواك عباد الله با مات مقتول، مزيان مقتول، الجثه ديالو ها هي كاينه هنا، كاين رواية تقول هي اللي قلنا عكسناها في الصورة الجزء الأول، وكاين رواية اللي هي ديالك بناء على الأدلة وبناء على الشاهد، مزيان. بالنسبة للأطراف اللي كتخرج كتقول على أن ابتسام لا مسخوطة ولا ابتسام كتتحرض على العقوق، علاش ما شافوش اللقاء مع الصحفي، اللقاء الوحيد اللي خرجوا فيه ان امي كتقول على ان هي ما كتحسب من جهتي حتى شي حاجه، انا من نهار تزاديت، يعني انا مشكلتها معايا شنو هي؟ انا من نهار تزاديت كاع، من نهار تزاديت فانا طفله رضيعه عاد زايده الحياه، باقي عندي نهار في حياتي، شنو هو المشكل اللي درت باش انا ما تبغينيش هي من نهار الاول كيف ما كتقول؟ يعني ما خص هذا السؤال خصو يتطرح.
هذا سؤال مهم. يعني هو هذا سؤال مهم. قالت انا ما انا ما كنحس بوالو من جهتها من نهار تزادت. علاش ما نقولوش هنا على ان الطرف الاخر اللي كيكرهني وكيكره بزاف، ماشي غير انا، وما باغيش الحقيقه تبان. علاش بغات توصل لك هي بلبك مات مقتول السيده ابتسام؟ علاش من الهدف ديالك؟ توصل لي علاش غتوصل؟ علاش ما توصل لك انت مثلا باش كيفاش علاش باش توصل لي انا؟ ما قالتهاش لي غير انا، ما قالتهاش لي غير انا، قالتها بزاف وكل شيء. عاد قالتها لك انت؟ عاد قالتها لك انت ولا انت الاولى؟ لا ما قالتش لي غير انا ربا مات مقتول. كلشي كانت كتقولها لينا، الكنازه كانت كتقول لينا التشريح ما يدارش، التشريح ما يدارش، وكتقول لينا التشريح ما يدارش، وتدابز مع العائله باش يدخلوا سوق ريوسهم، كدابز مع واحد ولاد العائله ولقيناها كاع، وانا قدام عيني لقيتها شانقه على واحد ولاد العائله وخاشيه في الحيط، تتقول لي ادخل سوق راسك ولا انت الاول، رجع النور ولا غنجرك معايا. لهالدرجة هادي الشي بعينيك هادشي انا كنقول لك شنو شفت بعيني وشنو سمعت بودني. انا ما جايش كنعاود شي حاجه غير تعاودت ليا. غير نسولك السؤال، واش هادشي في الزنقه قدام باب دارنا وخشاته في الحيط وقالت لي ادخل سوق راسك وبعد من هادشي ولا انت الاول غنجرك. حريره هادي ابتسام، حريره وهادي حريره وما غنتفكش عليها انا، راه روح بات زهقات هذيك والله لا تزقلت مع شي واحد. شنو ممكن يكون السبب؟ كنتي قلتي لنا ان السبب تافه. السبب تافه هو السبب، ما غنهضرش في هذا الشيء دابا، ما غاديش نهضر في هذا الشيء دابا سي خالد، غير اسمح لي. لا ماشي مشكل، انا ماشي مشكل، ماشي غير قبل ما تمشي السيده ابتسام، واش هذه الهضره اللي تقالت قلتي لي ان واحد من العائله شداته مع الحائط، الاخرى قالت لهم كذا ما تدويوش التشريح ما يكونش، واش من بعد ما قالت لك هي الكلام ولا قبل؟ واش انت الاولى اللي سمعتي من فمها؟ ما سمعتش، ممكن تعاودي السؤال؟ واش هاد الكلام، هاد القضيه ديال شنقات على واحد من العائله ديالكم وقالت لي دخل سوق راسك والتشريح ما يدارش، واش هادشي من بعد ما قالت لك هي، صرحت لك بان باك مات مقتول او لا؟ وهادشي النهار الاول، نهار مورا ما خرجت الجنازه، هادشي باقا ما دخلاتش يا ربي الجنازه. بقى ما دخلش بابا الله يرحمه، باقي ما تدفنش. وهي تتقول هادشي، علاش كنقول لك انا راه منين جلست وبقيت كنلاقي حاجه بحاجه على القميش، على شحال من حاجه فهمت بزاف. هادشي علاش كنهضر، كنقول لك راه كنت كنقول انني شفت بزاف وبقيت كنلاقي حاجه بحاجه، راه على بحال هادشي اللي طرا قدامي، هو علاش كنهضر.